خبرات امبي هي اللي يعني وفقت قوي الشوط الثاني تحديدا لامبي ان هو يطلع باللقاء. زمان يمكن كابتن تامر كنت بنتكلم معاك ان انت بتقول التغييرات المتوقعه احنا ما لحقناش ولا على الهوا، بس انت قلتها لي فعلا ما بين الفاصل في ما بين الشوطين كنت متوقع كنت متوقع التغييرات دي وهي اللي عملت فارق فعلا في الشوط الثاني لصالح امبي. يعني انا كنت متوقع من لما شفت البدلاء كنت متوقع ان في 5 لعيب ممكن ينزلوا، نزل منهم 4، يعني كنت متوقع احمد يوسف ورفيق كابو ومصطفى شكشك ومصطفى دودار واحمد نادر. هو اللي احمد نزل يوسف بس نزل عامل اسيست على طول للجول اللي الثاني. نزل محمد النحاس اعتقد مكان مصطفى دودار، اللي هم الخمسه اللي نزلوا. اللي عجبني بس في الشوط الثاني انا التوقيت الهدف بتاع محمد حمدي هو اللي اثر على اداء، يعني انا مش شايف ان اداء البدني قل لان اللعيبه صغيره بتاعت النجوم، هو توقيت الهدف في الشوط الثاني في الدقيقه 53 وهم زي ما احنا بنقول الشوط الثاني بيبقوا عايزين هم اللي بيبقوا على طول ياخدوا المبادره او الهدف علشان يقفلوا ويبتدوا فلما يدخل فيهم الهدف اضطروا ان هم برضو عايزين يعوضوا الهدف. ولكن لو بصينا الهدفين، الهدفين من ضربتين من اثنين كورنر، فيهم اللي عجبني التنوع في الاثنين كورنر. هتلاقي الكورنر الاول علي فوزي بيرفعه على الزاويه القريبه، بس هو سوء تمركز من لاعبي النجوم فيها، سوء تمركز والرقابه طبعا. ولكن التنوع في تامر مصطفى اللي مديه في الضربات الركنيه، بص الكورنر الاولاني على الزاويه القريبه بيطلع احمد يوسف يلمسه لمسه خفيفه وسيف الخشاب موجود في النص. الكورنر الثاني محمد حمدي عشان بس بيعمل متفق اوفر عليه، يعني ده شغل المدرب متفق عليه. بص الاوفر الثاني العكس تماما، كالوشا المميز، كالوشا انا برضو انا عايز اشيد بيه لان كالوشا من اللعيبه المميزه الهدافين الباكات اللي بيطلعوا. احنا شفنا الهدف ده الباكات الطرفين هم اللي جابوا الثاني فتح الله. الهدف ده اتكرر في ماتش الزمالك 1-1، هدف تعادل الامبي في اخر 5 دقائق في الزمالك نفس الطريقه. اتكرر برضو في مباراه ثانيه، كالوشا مميز جدا في الكرات دي. فان انت يبقى عندك كده بيتكلم يعني الفرق الكبيره، يمكن زي ما احنا بنقول فرق الخبرات لصالح امبي مش موجود في حته النجوم في ان حد يمسك زي احنا بنقول ياخد الكوره كده الرقابه، لان انت يعني كعدد العدد بص كل فريق حر من الاول جوه. خالص ارجع بس تاني كل واحد ماسك زي ما وليد ارجع تاني كده كالوشا من الاول خالص مفيش حد معاه، وارجع تاني كده هتلاقيه بص بيرفع ايده ومحدش ماسك، هم ماسكين الثلاثه اللي هم قدام ادي هو خالص لوحده خالص. عشان اللي انا بقوله لك لان الهدف الاول بيتلعب على القريبه، فهو فهم ان هو هيتلعب على القريبه. هو لا محمد حمدي لعبه على البعيد، وفي نقطه مهمه جدا يعني انت هنا في عدم تمركزات فعلا لعيبه النجوم، ده في كارثه معموله لو شفتها في الزمالك. لسه كنت بقول لك هو مميز جدا وهم اهداف كتيره قوي امبي بيجيبها من ضربات ثابته، فدي حاجه تبقى ميزه عندك ان انت عندك الاثنين سنتر باك مميزين سواء سيف الخشاب او احمد كوفر ومعروف هي رايحه فين، وفعلا معاهم بيهرب من الرقابه بشكل. هل هنا برضه هرب من الرقابه في لقاء الزمالك وعرف يحطها برضه؟ فاعتقد الهدفين اللي هم من كرات ثابته هم اللي جابوا احباط للاعبي النجوم انهم يقدروا يرجعوا في الشوط الثاني.